يحاول الصهاينة إخفاء قصة حياة الضابط الصهيوني بن دونكلمان، ويعتبره بعضهم وصمة عار في تاريخ تأسيس الدولة العبرية. يرجع لدونكلمان الفضل في بقاء مدينة الناصرة عربية خالصة. فما قصة هذا الضابط؟ ولماذا ينكره الصهاينة؟ ولد دونكلمان عام 1914 بكندا لخياط بولندي يهودي وزوجته الكندية. كانت العائلة مؤمنة بما يسمونه أرض الميعاد، بأحقيتهم في أرض الرب. بين الثلاثينيات سافر دونكلمان إلى فلسطين ليعمل في بيارات البرتقال، ولكنه عاد لكندا وعمل مع والده بالخياطة حتى الحرب العالمية الثانية، لينضم بعدها للجيش الكندي ويخوض المعارك ضد ألمانيا النازية. حصل من الجيش الكندي على تكريمات وجمع خبرة كبيرة بالحروب. وعندما بدأت العصابات الصهيونية احتلال فلسطين عام 1948 انضم دونكلمان إليها، ونظرا لخبرته استلم قيادة اللواء الخامس. شكلت الدول العربية وقتها جيشا للإنقاذ لإيقاف الاحتلال، واستطاع جيش الإنقاذ العربي وقف العصابات الصهيونية، فتم إعلان وقف لإطلاق النار، ولكن خرقت العصابات العهد. كانت خطة القوات الصهيونية قصف القرى العربية بالطيران ثم مطالبة أهلها بالاستسلام، وحين استسلامهم يتم طردهم من أرضهم. بهذه الأثناء كان دونكلمان يقود اللواء المدرع الخامس في شمال فلسطين، وحينما بدأ بمحاصرة الناصرة خرج له حاكمها يوسف بك فاهوم. اتفق معه على حقن دماء المواطنين مقابل رفع العلم الصهيوني. وافق دونكلمان على العرض، وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين بذلك، وبالفعل تم رفع العلم الصهيوني مقابل بقاء العرب في بيوتهم. وصلت الأخبار لقائد المنطقة الصهيوني كاسيم لاسكوف، فأرسل لدونكلمان طالبا منه تمزيق العهد ومهاجمة الناصرة من جديد وطرد أهلها كما فعلوا مع جميع المدن العربية الباقية. عصى دونكلمان الأوامر وأرسل لقائده أنه أعطى كلمته للعرب. غضب لاسكوف جدا وبشر بعزل دونكلمان وأرسل بديلا له، لكن دونكلمان رفض تسليم القيادة لمن بعده إلا بضمانة تنفيذ الاتفاق مع العرب. أثار ذلك غيظ لاسكوف ورفع الأمر لقائد العصابات بن غوريون، وطلب لاسكوف بمعاقبة دونكلمان كخائن للدولة، ولكن بن غوريون رفض. لم يكن رفض بن غوريون إفاء بالعهد، بل خاف من العالم المسيحي، إذ إن مدينة الناصرة هي مولد سيدنا المسيح عليه السلام، والهجوم عليها بطريقة لاسكوف قد يضرهم دوليا ويقلب العالم عليهم. لذلك ظلت الناصرة آمنة وتعتبر ثقل العربية الأبرز بالدولة العبرية حتى يومنا هذا. بعد الحرب رفض دونكلمان استلام أي منصب في الجيش الجديد، وقرر العودة مع زوجته إلى كندا وعاش فيها، واستمر بعمله كخياط خلفا لوالده، ثم حقق نجاحا ماليا بالأعمال. توفي عام 1997 كمواطن كندي، ولم يذكره الصهاينة بذلك الزخم. ويعتبر دونكلمان حالة العصيان الوحيدة التي جرت في الجيش الإسرائيلي. شاركنا برأيك، هل الأخلاق النبيلة حكر على دين أو جنسية أو عرق؟